مرحبا، يعطيكم العافية. احنا وصلنا على قرية صغيرة جدا جنب مدينة جاتينو اسمها تشيلسي. احنا الآن في شارع اسمه اولد تشيلسي. عشان تريلاكس وانجوي النيتشر قدامك بارك جاتينو، بكون جنبك شايفها كلها اماكن تقدر تقعد تاكل وتشرب فيها وتنبسط. هذا محل ايس كريم مشهور هون زي ما انتم شايفين، اماكن ممكن تجلسوا فيها وترتاحوا وتاكلوا، ومقابلكم بكون بارك جاتينو. عندنا شايفين البيوت جميلة جدا جدا جدا. تشيلسي منطقة رائعة، ممكن البيوت هاي المنظر تبعها خلاب. راح أورجيكم شغلة مهمة ممكن تشوفوها في تشيلسي، هي سبا اللي موجودة هون، نورديك سبا بسموها. ممكن تيجوا تعملوا ريلاكسينج في الصيف وفي الشتاء. بوث تايم اتس اكزاكتلي اميزنج. بالصيف انت بتنبسط لانه بتشعر انه فيها حرارة ودرجة حرارة مرة حلوة وبتطلع وبتدخل. الشتاء بكون الثلج حواليك، وزي ما انتم شايفين قدامنا الهلين. هذه الحانات والمطاعم اللي ممكن تجلسوا فيها. مكان جدا رائع للريلاكسينج، جويفول سبا. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.